انخفاض على درجات الحرارة، رياح نشطة وأتربة مثارة في بعض مناطق المملكة، وطقس بارد نسبيا ليلا، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. من المتوقع أن تتعمق كتلة هوائية باردة نسبياً في أجواء المملكة، مما يؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة. وكما نشاهد هنا في تفاصيل هذه الخرائط لدرجات الحرارة، نجد أن هنالك انخفاض على درجات الحرارة تحديداً في مناطق الشمالية، لتصبح الأجواء لطيفة في ساعات النهار وأكثر اعتدالاً في باقي مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الغد بمشيئة الله. من المتوقع أيضاً أن يكون هنالك رياح نشطة تحديداً في المناطق الشمالية وأيضاً في شمال المناطق الوسطى، مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار. أخيراً وفي ساعات الليل، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً أبرد من الليالي الماضية، مما يستدعي إلى لبس ملابس أكثر دفئاً تحديداً في المناطق الشمالية بمشيئة الله. الأجواء في العاصمة الرياض صافية، في 16 درجة مئوية هذه الليلة، وسرعة الرياح تصل إلى 19 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض ارتفاعات تدريجية بسيطة على درجات الحرارة، الثلاثاء 25 نهاراً، 26 الأربعاء و27 يوم الخميس. درجات الحرارة الليلية ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ومعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، نبدأها من سكاكا 21 إلى 11، فرص الأمطار في عرعر من 19 إلى 10، وفي تبوك من 22 إلى 11 درجة مئوية. مكة المكرمة 29 إلى 17، مدينة المنورة 27 إلى 15، جدة 28 إلى 18، وفي الطائف من 21 إلى 10 درجات مئوية. أبها 19 إلى 10، في الباحة 17 إلى 11 درجة، وفي جازان من 33 إلى 24 درجة مئوية. فرص لتكون أجواء مغبرة في الدمام 28 إلى 17، كذلك الأمر في الإحساء 29 إلى 16، في حفر الباطن غيوم متفرقة من 22 إلى 15 درجة مئوية. في العاصمة الرياض أجواء مشمسة 25 إلى 16، بريدة 22 إلى 11، وفي حائل أخيرا أجواء مغبرة من 19 إلى 11 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.